السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ياكم السيد حسين عالم ابو، رجعت لكم فيديو جديد، موضوع جديد. طبعا اليوم فيديونا عن اول شيء قبل لا نبتدي حبايبي اضغط زر اللايك واشترك في القناه، اذا كنت مشترك وفعل زر الجرس حق يوصلكم كل ما هو جديد. اوكي شباب، قبل لا نبتدي في الشرح امبي اقول لكم شيء، ملاحظه بس شوي. يعني أمبيكم تكتبون لي شروحات، يعني عن وش أشرح، مثل التعليق اللي الحين بيظهر قدامكم. هذا التعليق أمس انكتب لي واحد كتبه، فأمبيكم أنتون تسوون يعني نفسه، تقولون لي وش الشروحات اللي تبغوني أنزلها من شروحات للآيفون يعني. أوكي شباب، يلا خلينا نبدأ. طبعا اليوم موضوعنا سهل، هو عن طريقة أو للناس يواجهون ضعف صوت في الآيفون 7 وآيفون 7 بلس، أو يعني مو بس الآيفون 7 و 7 بلس، كل الآيفونات. أوكي شباب، كل الآيفونات. أوكي، يعني للناس اللي تواجه هالمشكلة فأنا جبت لهم الحل. طبعا حل جدا سهل وما ياخذ من وقتك حتى 10 ثواني. فيلا شباب خلينا نبدأ في الشرح. أول شي شباب تروح على الإعدادات، بعدين تروح على خيار الموسيقى. خيار الموسيقى، في خيار الموسيقى، هذا الخيار مثل ما تشوفونه شباب، تضغط عليه وبعدين تضغط على هذا الخيار اللي هو موازين الصوت على ما اعتقد. بالضبط، موازين الصوت، تضغط عليها. هي بتكون عندك ايقاف، انت تحطها شنو، تنزل تحت وتحطها وقت متأخر من الليل. وبعد ما تحطها وقت متأخر من الليل بتشوف شوي يعني فرق الصوت صار اعلى من الصوت العادي. فبس شباب، كان شرحنا هذا اليوم جدا بسيط، وادري ما طولت عليكم في الشرح، جدا جدا بسيط. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وشكرا على دعمكم المستمر. ويلا شباب، ما بقى لنا شيء، نوصل الالف مشترك، خلينا نجيبها، بقى 400 مشترك بس. فهنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، شرحنا اليوم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وبس يا شباب، مع السلامة، باي باي.